استعمل شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا الأساليب الخبرية والإنشائية والتعبير الغير مباشر لتوضيح أفكار. كان هذا فيما يخص حصة نهار اليوم. في الحصة المقبلة سوف يكون فن المقالة والبشير الإبراهيمي. تساعدنا ببعض المعلومات. معليش ساعدكم بعض المراجع باش تكملوا هذا المعرض، وهذه مبادرة مليحة من عندكم، وصلوا هكذا ان شاء الله تكونوا قدوة للجميع. صح، شكرا ان شاء الله. كيفاش راك درس اليوم؟ لا باس، شويه ما فهمتهاش زعما ايوا لا سحقتي شي حاجه راكي عارفه. ما ان شاء الله. ايه حقا ما سمعتيش جديد، واش كاين بالخير؟ صافي البارح ملي جيت خارجه تعرفت واحد وبغيت نمشي نقولها لماما. ايوا ها هو اختلف شي الموضوع عليا ولا هي من قلتها ليها قالت لي غير شوفي كيفاش دير زعما تتعاملي معاه وعندي حدا راسها زعما راكي عارفه. ايوا مليح صدات انا اختها كاع شي تضربني كاع. وين نمشيو؟ وين دابا دارهم جيت لي شي عامل يا اخي خلينا نمشي خفيفه. وين بغيت تمشي خويا امين؟ صح لا بغيت نغير نهرب لك بزاف كل يوم وداع مشي فيها لا على عيب ما عيب هذه عليك انت وي انيسه ما تبغي لك معليش دقيقه داري قال لك انا شنيش داري قال لك واش اخويا باغي تحكي معايا تعرفني بغيت نعرفك هاك لا لا ما تعرفنيش خويا راك دير لي المشاكل ودوك تجيبها غير في روحك اسمح لي ما نجمش نحكي معاك الحمد لله. وكي راه مجمعة معاه جديد جديد غير هو غير روحي وخطاك العشية ان شاء الله. هو ان شاء الله هو هيا تهلاو رواح راني نستناكم هيا على خير. 12 و10 هذاك الجحش مازال راقد. الو 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 السلام عليكم. والله ملك قعد خلاص مرقادك قعد والله يخليك راه غير الصباح خليني نرقد الله يخليك. واش من الصباح ها 12 مانيش نايض انا ما نوضش مانيش نايض راحي بركشي ولا شوفي واش ديري طار عليا راني طايره مخليها لك. ان شاء الله
على الحقيقة في المرة اللي غير عارف. نعرف عليك كل شيء يا ما دخل عيني يا نعرف عليك كل شيء ما تأمنش الله يحفظك يا محسن حسين الصبح على اللي شو السينا وانا نايض عليك انت خدمة خدمة كل اللي غانا ما رانيش خدام لا شيري كومبلي ما رانيش خدامة خدمة سمرة ماشي خدمة يا بي بنتك يا قلقي تقولي قارية وراها بيتربح بيتربح صح والو بنتي ديري هاد المغرفه نجي صايري غير وحط عليا داك البورطابل وسقد مي تاكلي غير هو قبيله وانت دركا لا هما واش داري راه حاسب في روحه ما نعرف كاع واش مدير ولا مانيش عارفه واش راه حاسب في روح هاد الطفل ماما ما تطلعيش روحك لا طونسيون راكي عارفه تحكي دابا وهذه ماشي حاجه جديده علينا كاع الديار فيه المشاكل يا ودي بنتي الحمد لله اللي خرجتي اللي تيا قاريه هذا هو المهم الحمد لله كولي بنتي كولي 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 الله يهديه هذاك الجحش هذاك خليه يجي نهار ماما عارفيني ما نكذبش عليك يوم كي جيت خارجه من الليسل واه هي تلاقيت بواحد واه وعطاني النميره لا اسمعي يا ليلى اسمعي ماشي انا قلشك بغا تصريني ديجا انا واش قلت لك غير عطاني النميره وخلاص ما قلتش هدرت يا خير روحي ضربيني روحي ضربيني خير عطيني كف ولا هادي حق ما صارحتك مليح ماشي هو الصباح انتي دركا غايه والله لا مليح دوك نقلب لك وجهك غلاء زلزلتي مليح ساره كي دايره واش كون دخل دخل الأزعار الله يرحمه دايم وارش علي تاعي تصراب ساك شحال لاباس لاباس اخويا ما تقولي جيتني للدار والله جيت لا 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 جيتك خرج لك الشيباني زيا ما خليتش كاع الشيباني انا كنت خايف يخرج لي الشيباني شنو خرج لك خرج لي داك الخير اللي هضرنا عليه ربيع راك هي جيت حبيب وعزيز راك تعرفني واش ندير الغاشي برا ليش تعود عليك نكون مريح مع الناس ما انا غاشي خويا ايش ليسونسيال كوبي واش وانت الحباب ما كانش دوزيام كور هاك
شرب خويا ربيع، شرب نعطيك مالي ومال خوالي. مالك صاحبي صارك تشير وطاره صاحبي. ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما ابقيت في الكاس مور الكاس وعقت روطر اراني كونار الميمة تبعت البار ووليت مخزون بين الناس وبالي محزار الميمة واحد القضية ما تفهم ولا صرات حتى الطابلة وين وين حال انت اكزاكت قش اش بلعت انت البارح؟ بلعت 12 غير 12 و20 ولا صرا الراب ما تفهم والو واحد سيدي يقول لها الحبيب نورمال مش كنت عارفه عندها اندروفير اندروفير والله اندروفير رافد معاه البارح هذيك صباح وامرت على هادو اللي راهم هنا في هاد لوطيل وانا غير ما كاش معايا يوسف وقاريت تماك معاك سخارت من يوسف تيلت ما قاش درت ليهم تما كنا شنطة حريطة ما لقيت كلا انت على هذا لقيت راسي غير وحدي الناس اللي خطينا منهم كاع انا من بنات الناس صاحبي انا ما عندنا بنات ما عندنا خواتاتنا ما عندنا والو خطينا من بنات الناس صاحبي نقول الله راه يقول لي اي موش طايح لك موش طايح لك في اختك اما لا اسكت ما تحوش على بنات الناس الله يجي يلا نوض الريح مع البز حنايا الله يسهل كبر اخي والله بدنا نعطيه طرشه واش من كبر خالتي راني كيز بنتك اليوم معه واحد السيد راه الحرام هذا وانا ولد الحلال وانا بغيت نجيب دارنا صح ولدي راني ندور انا البنت انا ولد الحلال صح مرحبا بك ولدي روح دخل يا ولدي دخل مرحبا بك دخل هات لي وقفي ليا هات صح مرحبا بك ولدي مرحبا كثر من مسالك مرحبا بك ولدي دخل دخل مرحبا مرحبا الله لا واه
خالتي بنتك انا جيتها اليوم مع واحد السيد ولد الحرام هذاك السيد هذاك وراني جيت باش انا ولد الحلال بغيت نخطبها ونجيب نجيب دعوه ونخطبها والله مشاكل كاع مهم من بعد نحكي لك كي نكون لي بروس صح الصباح واجعة قلبها مع الصباح ما نعرف كاع كي يدير الصباح ما تقوليش خطر عبي هذيك هي ديك السبيع نقولها لك البارح خطينا منها خطينا منها بس تخلي في حياتي ما فهمت لك والو قسما راني حازدك انت باهي هكا انت تعرفني نبغي لك شينا اخويا واش نعرف وكان اللي نتبعها المحكمات واللي نخطيك منها نخطيك منها هذه حتى صلاه صح باهي غير نسقسيك تنوض فضيحه قد وهرب ويجيك ويجيك رابع وجماعتك كي غادي نديرو معاك وما غادي حنا نلعبوا نغبروا بعيد خويا امين زعما بغى يسمع بها غبر بعيد لا والله كي قبضك غبر بعيد كي غبر لك هو في وجهك قول لي غبر لك ما لا 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 والله ما عقليه هذا انا قلت لك اختك بدل قال لك بدل المراه تستراح قسما بالله تشوف لك وحده جديده اختك ولا صح مليحه هي مليحه صحيحه خويا مليحه وعجباتك خويا تزوج بها ضربه واحده نصب رابع ولا المشكل كي قلت لك رابع ثاني نورمال اش تاج انت ديجا البارح ما تامنش باتات كيف التليفون والله لا مريض باتات كيف ديجا اليوم انت دابا نبكو عليك وديجا اليوم راه عرضاني على بيتزا قال لك تخلص بيتزا ما انا بيتزا نمشو بصح ماشي هي اخويا لا رابيع راه فما رابيع والله ما نعرف راه تبان لي نمشي ما نمشيش رابع باهي تمشي مشي وحدك انا زعما مش لا ما فيهاش مشكلة أيوة سبحان الله سكينة جيب ما ناكله وروح شوف كاش ما تحرك ما شاء الله اصلا دوك ما طيرك هذوك نجي هذوك ايوا صحه I'm sorry.
اليوم نعاودوا الدرس اللي كان عندنا الصباح باش نوضحوا الرؤيه. اللي ما فهم شي حاجه نوضحوها له دروك. صافي واش حالك؟ سلام خويا قسمح لي. سلام على بالك. الله كي العاده حبيبنا. ان شاء الله بصح دقيقه معليش. معليش خويا ما عرفتش فهم راسك اليوم شتي وحده وراه فيك واحد الكريدي انا متخلص منه. صعب هذه اللحظه باش نحاول نعمل وديجا راني معاها في الريسك. هذيك امور عاطفيه خويا ما تدخليش في امور تاع طرافاي. انا دروك بيني وبينك دراهم. لا عندي استعان والله غير غير شي نمشي نخلصك. لا خويا شوف ليسونسيال غير كي العاده. ما درني ارفوا المره الجايه راني عندي ما ندخلكش. الله يحفظك صاحبي. المهم ليسونسيال كي العاده. اي 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 لا لا شتي البارح داك حل الفم اللي كانت تحل فيه. واه يا ودي واش نتمنى لها؟ نتمنى لها غير من مولانا ان شاء الله يعطيها واحد الفضيحه ونتشفى فيها انا الاولى بالدمع دياني ان شاء الله يا ربي. هذا ما نتمنى لها على داك تشرك الفم اللي تشركه والله العظيم. اسمع خويا نوض هادي بيتزيريا ما تزعقو هنا ولا كي العادة ريسوس كيفاش كي العادة فهمني كي العادة ديجا راه فيك واحد الكريدي راه متخلصه. واش كاين خويا واش كاين؟ اسمع اسمع احبس ما ديروش ليش الكليو راه هي في بلاصتها. ريح احبس خويا ما ديروش ليش الكليو. لا ريح بس بلاصتها راه في بيتزيريا. بعد هذا راسك بعد معليش ريح ريحي ريح 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 جاتت نقمرة وتفاجي الخاطر ذاقع شيها أنا صديق ربيع. واه أرواح أرواح واه أرواح أنا في البيتزيريا. واه خصوك راه البيتزيريا أرواح. أوه أنا عجل أنا نسناك أرواح. واه أرواح تعلق صابي. واه البيتزيريا تعلق صابي أرواح. عجل عجل القي غربتي. ريح 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 وهدر. واه ما عجبتينيش اخوها راه طيح في خصك هذاك خوها. لا ما كانش منها. ريح ما غيبش معايق راه جاي. ريح راه جاي قلت لك تموت هنا تموت عيش هاد وانت هادي هي ومنى وربيع. قولي صح صح خليه يجي ربيع. قتله واش هذا ربي؟ ها؟ مالك انا يقول الصح؟ واش هذا ربي خويا؟ واش هذا ربيع؟ هذه هي العشرة والملح ها؟ قول ما راه سيفري ما يكذبش.